Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. جوز الهند 250 جرام 3 كوب 2 كوب ونص ماء ساخن 600 جرام طحن ممكن الخلاط العادي أو خلاط أو محضرة الطعم هيك بنتركها حتى تبرد صفار بيض 5 بحرات الغرفة وقليل من الفانيلا بديل السكر ستيفيا أو أي نوع سكر مناسب لنظامكم الغذائي الكمية والنوع اختياري ملعقة طعام بيكنج بودر 10 جرام قهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة 5 جرام أيضا هي اختياري كاكاو خام بدون سكر 4 معالق طعام كبيرة 50 جرام نطحن المكونات جيد هيك أصبحت جاهزة 5 بياض البيض بحرارة الغرفة الخفق جيد تقريبا ممكن 5 دقائق يأخذ حسب سرعة الخفاق هيك أصبحت جاهزة نوضع الخليط بالتدريج وبنقلب من أسفل إلى الأعلى نوضع الخليط بوعاء ونوضع مسبقا ورق الزبدة حرارة الفرن 180 درجة مئوية في الرف الأوسط نشغل الفرن الحرارة من فوق ومن تحت نوضع صينية بالرف الأوسط هيك بنتركها حتى تبرد تبرد تماما نعمل الكريمة نوضع 2 كوب كريمة طازجة تكون في البر من البراد باردة بديل السكر ستيفيا النوع والكمية هو اختياري نوضع قليل من الفانيلا بدون سكر ممكن نوضع سكر أي نوع سكر بديل السكر هذا حسب نظامكم الغذائي بنقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه ممكن نوضعها بكوب نعمل أجزاء بالكوب ونوضع بين كل جزء وجزء كريمة إذا أنتم مش حابين تعملوا النظام هذا ممكن نعمل بالكوب نوضع قطعة صغيرة بالكوب ونوضع كريمة بين كل قطعة وقطعة وهيك بيصبح كل كوب لوحده أو كل وجبة لوحدها نوضع الكريمة ونضعها بالمجمد أقل شيء 4 ساعات بالمجمد نعمل الشوكولاتة الزبدة 100 جرام وليس بديل الزبدة كاكاو خام معلقتين طعام وبنوضع قليل من الفانيلا وبنحرك جيد بديل السكر أيضا النوع هو اختياري والكمية أيضا اختياري حسب نظامكم الغذائي ممكن توضعوا سكر عادي عسل أنتم كيفكم نوضع الخليط وبنرجعها إلى المجمد الفريز يعني 15 دقائق وهيك أصبحت جاهزة والتخزين أيضا بالمجمد الفريز وحنا حاوضع بصندوق الوصف القيمة الغذائية لكل قطعة في أمان الله انتظرونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناة واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة